الشغل بسرية شيء والخروج عن القانون شيء تاني. طيب اطمن معلم، أنا ما رح ارتكب أي غلط يسيء لدولتي، وبعرف القوانين منيح. بس أقوالك ما بتنطبق مع أفعالك. بالنهاية كل واحد منا له طريقته. والله بس بتمناك تختار الطريقة المناسبة يا فوز. تصبح على خير. بترجاكم ما بقى فيني اتحمل اكتر، بترجاكم ان شاء الله الله وافو، خلص بكفي بكفي حاج، ما بقى فيني اتحمل بكفي، حدا يوقف هالشريط بكفي، ما عم بقدر اتحمل بكفي، بكفي اطفو ان شاء الله الله، بترجاكم بترجاكم حاج وافو هالشريط. ما ضربته؟ خلص بترجاكم، ما له مستحق، بكفي بترجاكم وافو، بكفي حاجة خلص، دخيلكن ببوس ايديكن، ما عاد قدران نتحمل اكثر، بترجاكن وقفوا، دخيلكن وقفوا خلص، بترجاكن بكفي خلص، وقفوا بترجاكن خلص، بترجاكن بكفي، بترجاكن شو صار لك؟ تلفت اعصابك؟ رح اقول لك اللي بدك اياه، بترجاك بس وقف، بترجاك الله يوفقك، الله يوفقك. استنى شوي ليرجع لوعيه. مين اللي بعتك؟ رئيس المنطقة. وينه هلا؟ مقيم بفندق بماسلاك. فتنا بهوية مزورة. شو اسم الفندق؟ الفندق الجديد بمنطقة سان. ممتاز، وفي حرس معه؟ معه حارسين مسلحين. هو اللي بده يقتلني؟ لا، في شخص طلب منه يقتلك. انتو تابعين لمنظمة؟ هدول مجموعة مرتزقة معلم توران، رح اطلع جيب هالوسخ وارجع. حاول جيبه عايش ودير بالك تمسكك الشرطة. لا تقلق معلم. موفق يا فوز. مستحيل فوت بدون ما يمسكوني معلم، الكاميرات بكل مكان. بظن لقيت طريقة مناسبة، بحكيك بعدين. لازم نطلع من هون بسرعة، خطتنا كلها فشلت. سادات مفقود. لا، ما مسكت الشرطة، ما بعرف، يمكن خافوا هرب. طيب مفهوم. ايه يا فوز؟ لقيت الزلمة، هو بالفندق. ممتاز هالكلام، راقبوا لبينما يوصلوا مكافحة الإرهاب. بس هدول شكلهم طالعين، بظن عم يجهزوا حالهم ليهربوا. يا فوز اسمع، اياك تتصرف من عقلك، انتظر هنيك، لا تتورط فيهم. انت راقبهم وبس. طيب مفهوم. Thank you.
تعال اسمع، في اصوات غريبه جوا. خلينا نخبر الامن. شو بدك؟ سمعان بواحد اسمه دراغان راتكوفيتش. مين هاد؟ اتركني، خلتني. امشي برا. اتركني. اللي كم ثانية بدك لتصير على الأرض؟ اللي بتعرف كم ثانية؟ خمسة؟ ولا سبع ثواني؟ وأكيد بتعرف شو رح يصير براسك بس تخبط بالأرض. أحكي، سمعان باسم دراغان راتكوفيتش؟ ايه بعرفه، سمعان فيه. وين سمعان فيه؟ دراغان طلب ننفذ له شغلي، اجت الاوامر من الجبل. طلب انكم تقتلوني؟ لا مو انت. مين؟ احكي. نائبي اسمه داريا دومان، بس ما قدرنا نقتلها. دراغان بده يقتلها بنفسه هلا، هيك قالوا لنا. كيف وين؟ يلا احكي. ما بعرف بس سمعت من العرس. بترجاك اتركني. لو سمحتوا شو اللي عم بيصير جوا؟ ممكن تفتحوا لنا الباب والا رح نضطر نخلعه بالقوه. نحن وقعنا بالفخ، الجماعة طلع هدفهم يقتلوا النائبة داريا. رايح على العرس ورح أقدم بلاغ مجهول للشرطة إنه بدهم يقتلوا النائبة داريا بالعرس، والزلمة خلصت منه حتى يكون بعلمك. بس إن شاء الله ما يكون في تفتيش جوا. خافوا، مجرد إصابة صغيرة مو أكثر. مين اللي أوصل؟ لا تتحرك، خليك تحت. خلينا نطلع من هون. في واحد مرمي على الأرض. ما حدا طلب الإسعاف. لا تركضوا، يلا بسرعة. اهربوا. ابي انتبه. تعالوا. جيبوا بالكم. الله يسلمك. ليك هنيك. وين السيارة؟
بسرعة بسرعة نزلوا روحكم. شو هالحفلة الله يستر؟ يلا بسرعة. يا ترى شو اللي صاير؟ ما بعرف. فضل الله اهتم بعروستك. يلا أكيد خايفة. أنت منيح؟ إيه الحمد لله حبيبتي. لا تقلقي كل شي تمام. لا تخافي اهدي حبيبتي لا تقلقي. أنا منيح إن شاء الله يمسكوا هالبنت. تعي حبيبتي لا تخافي خلص اهدي. أنا منيح منيح. يا فوز كنت بتعرف بالهجوم؟ لا. طيب شفتها للبنت؟ مو شايفة دمي رح يصفى حضرة النائبة؟ بعدين متكملي تحقيقك ماشي؟ انت بخير سوات بيك؟ انا بخير اسمع. بسرعة عجلوا. الإصابة بكتفه اليسار. لا تقلقوا أسرعوا. طلع على السرير. انتبه. تمام تفضل. سلامات يا ابني. انتبه. سلامتك. انتبه. سلام. رح ننقل على المشفى فورا. يلا يلا رايح معه. طمنا. انت بخير؟ هيا ابني حاسس بشي وجع؟ عادي وجع بسيط سيدي يومين وبروح الوجع. سيدي هاد وشم جديد. انت كيف انتبهت للبنت؟ مرقت من قدامي ناديت لكم بس ما سمعتوا يمكن لأنه كان ضجة. الحياة المدنية ما بتلبق لك طالما عم تضحي بحالك. رجع البيس بدلتك بتلبق لك. إذا بدك تضحي بحالك رجع انضم لنا. حاش تفتحوا هالموضوع. طيب على كل حال ما رح نتعبك أكتر خلوه يستريح. إيه مزبوط. الحمد لله على سلامتك. سلامتك. شكرا. عليك العافية. على خير. شد حيلك يا فوز. فينا نحكي مع بعض كلمتين؟ طبعا. يا فوز أي حدا كان عمل اللي عملته فما في داعي تتشكريني. أنت انصبت بسببي. بس هذا الشيء طبيعي. علمونا بالكلية كيف نضحي برواحنا كرمال ننقذ العالم. وشو لو متت؟ بيكون هاد نصيبي. فهمني ليش عم تحكي هيك؟ كأنك عم تتمنى الموت. يمكن لأنه ما شفت في فايدة من الحياة هاي. بس نحنا بدنا ياك عايش. متأكدة إنك رح ترجع لمهمتك. أي صرت مدينة إلك. أنت أنقذت حياتي. لا تحكي هالحكي. يا ريت تتفائل. بحاول إني أتفائل. إن شاء الله. رح أتركك ترتاح هلا. تعبتك معي. الحمد لله على سلامتك. شكرا. شغلتها بسيطة. لازم نغير خرطوم المبرد. بدها شي ساعتين. إذا رحت فيك أنت تجيب لي سيارة؟ لوين؟ عالبيت. أنا لحالي. تجي أنت لعندي وبلكي منشرب شي فنجان قهوة سوا. عن جد؟ بس أنا ماني شوفير. أنا مصلح. ياخديها هلأ أو بترجعي بعدين. طيب برجع باخدها. تفضلي شو بدك؟ اجيت لزيارة مريض. مريضك منيح. فينا نحكي شوي؟ تشربي شاي؟ ليش لا؟ تفضلي.
لا تواخذني، بس في سؤال محيرني. انت اجيت على العرس بالصدفة؟ لا، بالسيارة. فيك تجاوبني بجدية؟ موافق. كيف رحت على العرس وحامل سلاح؟ انت بتعرفي كيف وضعي، واني تعرضت من قبل لهجوم. ما ايه، شو كنت ناوي تنقط العرسان؟ ليرة ذهب. بس ما لقوا معك ليرة ذهب؟ سألت. بجوز وقعت مني. بسيطة. يوم العرس وصل بلاغ مجهول للشرطة انه في حدا بده يقتلني. يعني في حدا كان بيعرف وبده يحاول يحميني وينقذني. فيكن تحددوا مكان المتصل؟ حددنا. الاتصال اجا من اسطنبول، بس الرقم مسجل باسم واحد بعنتاب. أهالي عنتاب كتير بيخافوا على بلدهم. طبيعي حضرة النائبة. معلش، فيك تقلي داريا؟ حضرة النائبة، انت جاي لهون لحتى تحققي معي؟ ابدا، جاي لهون لحتى اتشكر شخص عرض حياته للخطر كرمالي. الشخص اللي عرض حياته للخطر كرمالك عنده كتير شغل فوق راسه. بعرف. معناتها رح اتركك مبسوط مع معجبينك. شكرا لك مرة تانية. اهلا حضرة النائبة. تعال معي شوي، في عنا شغل. مدير رفيع المستوى بالمنظمة بده ينضم على اجتماع فيينا. أكيد بدهم يعرفوا عن شو عم يحكوا. أنا رايح على فيينا. في احتمال يكون دراغان هنيك، وفي حدا رح يستقبلك لما توصل. بس هلأ عود شوي نحكي. يا فوز، هالبلد قائم على شغلتين. الأولى هي الحب، حب هالوطن وحب العلم وحب الشعب، وتاني شي العقل. النظام بيقوم على التوازن بين هالشغلتين هدول. الحب بلا عقل بيخليك أعمى، والعقل بلا حب بيخليك إنسان متكبر وبلا مشاعر. أنت شايف شي علي معلم؟ لازم تتحكم بغضبك. زرع هالكلمتين براسك. الرجال القوي هو اللي بيسيطر على غضبه. انت خادم لهالدولة يا يافوز، لازم تتصرف بشكل يليق فيها. اتفقنا؟ اكيد رح اتزوج جهدي. ان شاء الله يافوز. جهز حالك، طيارتك بعد 3 ساعات.